بسم الله الرحمن الرحيم. يستعد البحرانيون في داخل البحرين وخارجها للاحتفاء بذكرى عيد الشهداء، اليوم الذي سقط فيه خيرة أبناء البحرين مدرجين بدمائهم وهم ينشدون الحرية ويدافعون عن الكرامة. في هذا اليوم يقيم الخليفيون حفلات المجون والرقص على وقع آلامنا وأناتنا في الداخل، على وقع استنشاق الغازات السامة في مناطقنا وفي قرانا، على وقع التعذيب الذي يجري في قعر السجون، على وقع آلام وأنات عوائل الشهداء، على وقع الاحتلال السعودي الغاشم الذي يحيط بلدنا برا وبحرا. ونحن إذ نحيي ونحتفي بعيد الشهداء نجدد عهدنا ووفاءنا للشهداء أولا، ونعتقد أن تجديد العهد والوفاء للشهداء هو بالالتزام بخطهم وبرفع حقيرتنا ضد النظام الحاكم حتى إسقاطه. ثمن دماء الشهداء، كرامة الشهداء، عظمة الشهداء، منزلة الشهداء هي بأن يسقط النظام القاتل، هو بأن لا يبقى النظام القاتل، هو بأن ترتفع راية الشهداء ويسقط قتلة الشهداء. هذا لا يكون إلا بسقوط مدون للنظام القاتل. نريد أن نقول في هذه المناسبة المهمة والعزيزة على قلوبنا أن من يتحدث ومن يقول أن الذي يطالب بإسقاط النظام هو متطرف أو هو مغامر إنما يعيب وينعت بهذه الأوصاف الشهداء الذين بفضلهم بزغ اسم البحرين في المحافل الدولية، وبفضل جهادهم تحركت المنظمات الحقوقية، وبفضل عطائهم تحدثت وسائل الإعلام في كل مكان. السياسيون والنشطاء لا دور ولا مكان ولا أثر لحراكهم لولا عطاء دماء الشهداء الذين سقطوا في مسيرات وفي تظاهرات كانوا يهتفون فيها بضرس قاطع يسقط النظام الغاشم الحاكم ويسقط السفاح القاتل حمد. هذا نداء الشهداء موثق يضج، هذا شعار ختم بحبر الدم لن تستطيع أي منحات أن تمحيه، هذا شعار يخرج من خلجات ومن قلوب ومن ضمائر كل شعب البحرين. هذا الذي يهتف به شعب البحرين صادقا شفافا واضحا صريحا، لن تجد بحرانيا يهتف من أعماقه وشعوره ووجدانه بأن يريد أن يصلح النظام. الناس تهتف من صميم عقلها وتفكيرها ووجدانها وكيانها وكل خلجاتها بأن يسقط الدكتاتور. البحرانيون لم يقدموا دماءهم ليصلحوا أفرادا في العصابة الحاكمة، قدموا دماءهم ليصلحوا الوضع، والوضع لا يصلح إلا بإسقاط النظام. هذا الشعار، هذا النداء، هذا العهد، هذا الوفاء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.